بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عباد الله، الشيء الذي لا بد أن لا ننساه، الشيء الذي لا بد أن لا ننساه، أننا في هذه الدنيا ضيوف، وأننا نعيش في هذه الحياة من أجل الاستعداد للحياة الباقية. لا بد أن نعرف ونعي أن العمر مهما طال فهو قصير، وأن هذه الحياة مهما عظمت فهي حقيرة عند الله، ولا تساوي عند الله جناح بعوضة. لا بد أن نعرف عباد الله أن بعد هذه الحياة موت، كما قال الله جل في علاه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لا بد أن نعرف عباد الله أن بعد الموت قبر، كما قال الله جل في علاه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لابد أن نعرف ونعي أن بعد القبر بعد، وهو إحياء الموتى يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. قال سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم فذلك على الله يسير. حين علمنا هذا كله، فما المطلوب من الجميع؟ فما المطلوب من الجميع؟ المطلوب ما قال الله جل في علاه: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فاستعدوا عباد الله، استعدوا عباد الله واحرصوا على الخواتيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه.